انت ذولي على انت على الرغم اللي صوتك صغير ذولي تجاربك كثيره. اكيد برشا بالحق برشا. بالحق الموضوع ده يهمني برشا، هذاك علاش هزيت التليفون وطلبت معني هتكلم. احكي لنا مروه. باش تعرف الانسان على حقيقته سلفه. اي. باش تكشفوا على حقيقته سلفه وشوف رد الفعل نتاعو كيفاش. يظهر لي انت قاعده تقول لي كان تحب تخسر انسان سلف. اكزاكتومون. تعرف الانسان على حقيقته وشنية مخه وين يحب يوصل وشنية كيفاش مخه يخمم سلفه. احكي لي احكي لي التجربة وشوف كيفاش. انا اعوذ بالله من كلمة انا. أي. انا عطيت لبرشا عباد وباش نقعد ديما نعطي برشا عباد وعمري ما نقول اندمت. مي تعلمت بالحق. أي. تعلمت ليه فما عباد توصل تقف معها في وقت الشدة. أي. توصل تقف معاها في الفرح في الحزن في الموت في كل المناسبات تعطيهم ما تقولش لي. تعطيهم من روحك تعطيهم من قلبك تعطيهم من كل شيء. المهم انت ما ترجعش الانسان هذاك متاسف والا موجوع. انت تحكي على مبالغ كبيره ولا حتى مبالغ صغيره؟ حتى مبالغ صغيره راهي توا الفلوس تعمل كل شيء. راهي هو الدينار ينفع معني العبد. ايه تخلي مبالغ كبيره دي. انا عطيت برشا عباد اللي معناه يستحقني هز تليفون عطينيك 10 عطيني 20 عطيني اني عطيني ديما نقول اوكي بي. عمري بالحق عمري ما رجعت العبد ولا قلت له ليه ما عنديش ولا حتى لو كان نقول له ليه نقول له اصبر عليا تو نعطيك تو نعملوا ماكسيموم باش نعطيك معناه نعملوا ماكسيموم باش نقدم له. المهم نخرجوا فيها. المهم انا ما نطيحش كلمتي. باهي. فما برشا عباد عطيتها بالحق ووجعوني بصراحة عطيتهم وما قلت لهم اش عطيوني قدمت لهم وما خليتش ما عنده خاطر مستحيل باش نعطي انسان ونقول له عطيني مستحيل. كيفاش معناتها انت كي تعطي معناتها ما تسلفش معناتها هذا اللي نفهم. صحيح نعطي اما ما نتسلف. باقي نحكيو على مبالغ صغيرة راهو نحكيو على مبالغ صغيرة. اي فما انسانة معينة بالحق هذيك هي اللي وجهتني بالحق ما كنتش متصوره يعني عطيتها مبلغ كبير. باهي. المبلغ الكبير هذاك قلت لها يقعد بيني وبينك ما تقول لحد عليه. بالحق ما تقول لحد. ما تقول لحد قالت لي تهنى عليك من الله يا مروه. قلت لها عايشك فهمتني. ويتيت نجم نعرف قداش المبلغ هذا مروه؟ مليون. باهي. فهمت. قلت لها خليه بيني وبينك سر ذاك يموت بيني وبينك تهنى مروه وعليك من الله ولنا خويت واصحاب وهكا توا بيناتنا احنا. قلت لها كي فهمت. جتني بيريود انا مرض فهمتني دخلت للسبيطار عملت عمليه كل شيء فهمت. بعثت لها ميساج هي ما جتنيش جمله للسبيطار معناها سمعت بيالي ملي خذيت المليون ما عادش ورات وجه. صحيح. بدلت كومبليتمون ملي كان تليفونات 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 وين كان جيتي نخرج ونتقابلوا كل شيء. ملي عطيتها الفلوس جابت كل ملحة معناها دارنا كل شيء. قلت يا اخي ويني قولوا ما نعرفش عليها فهمتي ما نحبش نمرجها باش ما تقولش هاي سلفتني وتمرج فيا على الفلوس. كي انا مرضت وكل شيء بعثت لها ميساج صغير. اي قلت لها وينك يا طفله يا نكرت العشاء. اي راني حاجتي بيك نحبك طل عليا ميساج ايش عمل عليا فانا حاجتي بيك ما جبتلهاش ما حكيت الفلوس. باهي. فهمت المجرمين سمريه في كره. باهي. على فكره بعثت لي ميساج قالت لي كان على المليون راهو ما عنديش. راهو ما عنديش ومن غير ما تستناني. راهو ما عنديش ومانيش باش نعطيك. اغزل معناها الجرأة نتاعها. حكت انا قلت لها يا اخي اي نعم بوها الفلوس قدام معناها قدام صحابي. قلت لها اعطيني وجهك اجاني قابلني قلت لها راني وصلت للموت اجا طل عليا ميساليش بالميساجات. قالت لي ليه مانيش فاضية شغل باش نجيك افون. قلت لها قالت لي اوي قالت لي سامحني مانيش باش نجيك. قلت لها اوكي مريقل. هذيك بالحق اللي وجعتني بعباد اخرى. صحيح جتني بيريود انا الحمد لله معناها الواحد يشم يده ويجمع فهمتني. الدنيا هذه راهي تجارب بالحق صراحة الدنيا هذه تجارب. انسان كي تسحق له كي حتى على ابسط حاجة يا سيدي تبعث له ميساج تقول له راه ما عنديش صلت في التليفون ابعث لي تيكي والا كارتا تو نرجع لك. اللي سكر عليك تليفونه اللي بدل نمروه اللي ما يجاوبك الجمله حتى كي باش تقابله انت في الشارع يحسب روحه
ما يعرفكش يبدل الثنية. وصارت لي برشا عبيد صارت لي اين نهضر لهم، حتى شو نقول لهم السلام ولا الصباحية ولا وينك ولا شنحوالك، يبدل الثنية قول بالحق قول شبح وصار من قدامك معناه. اسفوا بالحق اسفوا العبيد تاخو وما تعطيش يا سيدي، كي انت ماكش قادر معناها باش توفر معناها باش تعطي، ماك انت تتسلف، كي انت قادر ماكش معناها باش ترجع الفلوس، مش لازم تسلف ومش لازم تخبي وجهك ومش لازم معناها تهرب. وري وجهك صحيح قدام العبد، يا سيدي انا ناخذ فلوس وما نرجعش. واليوم مروة بعد التجارب هذية الكثيرة اللي تعديت من الناس حواليك، اليوم هل أن مستعدة أنك باقي تعطي للناس تسلف؟ أنا قلت لك، أنا قلت لك يا فرح اللي المتربي في الخير يشم يده يشبع، أنا هاني قلت لك إيه يجيني يقول يعطيني نعطيه ما نقولش ليه، أنا وليت الميت معناها غربل اللي بالحق كي نعطيه يرجع، ومن غير ما أنا نقول يعطيني يرجع لي واللي نقول يعطيني وما يرجعليش، يعني غير بس الوقت هذاك حتى كي باش نقول اعطي عزت نفسي قولي لي اسكت ما تتكلمش، شوفوا هو يرجع لك وحده واحد. فما بالرسمي يا فرح فما اللي العباد اللي عطيته ما قلت لهم حتى شيء وجاوني معناها كادوات وكل شيء، رجعوا لي معناها التسليف بطريقه او باخرى صحيح دونك رجعوا لك اي اكزاكتومون. فما عباد صدقني يكرهوك والطفله هذه نتاع مليون ما فماش ريحتها لليوم صدقني، هي راي في الحومة أقسم بالله كينها بدلت معناها كينهم بدلوا كينها نقلت معناها اكزاكتو. ما أنا سألت عليه قالوا لي راي حتى احنا ما شفناهاش، أما بالحق نحب نشوفها نحب نواجهها نقول عليها عملت هيك يا سيدي ما حشتيش بيهم الفلوس، أنا استحقيتك باش تقسم معايا بكلمة طيبة كلمة طيبة تشوفني أنا خاطر بالرسمي وصلت للموت والعباد جاوني ولا بالحق العباد وصلت جاوني وشافوني أنا كيفاش الحمد لله، معناها اللي 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 عنده قناعة والإيمان بربي قوي الحمد لله يعيش لاباس، أما الإنسان اللي عنده زوز وجوه صدقني يا فرح ما يعيشش مرتاح، راهو على قد ما يعمل على قد ما يتكره أكيد والعباد تتجنبه فهمتني وتتذكر في وجه بيبك، خاطر الانسان اللي يخدم مخه ويعمل مصلحه في غيره والاخر معناها كي يصنع الصحبه بالمصلحه صدقني راهو يتعب برشا. اكيد يعطيك الصحه. تذكر الابواب قدام ورا يعطيك الصحه لانه في الاخير الشخص اللي في فتره ما يمكن انت وقفت معاه غدوه اذا هو باش يرى لك بالجميل تنجم تقف معاه مره اخرى فهو يسد البيبان مره واحده. يعطيك الصحه مروة على المداخله. مازلنا باش ناخذوا تليفوناتكم، ناخذوا خالد معنا على التليفون. خالد مرحبا. فرح تحياتي ليك وتحياتي لكافة مستمعي يا فام. مرحبا يا سيدي. أنا تقريبا لأول مرة نتدخل معك. مرحبا بك يا سيدي. رغم اللي عندي تدخلات أخرى في راديو يا فام لكن في الميسيون تاعك أول مرة حكم ممكن الموضوع هذا يستحق باش نتكلموا فيه وباش نحكيوا فيه. تفضل يا سيدي. نحكي على تجاربي أو على الوضعيات اللي أنا عشتهم. التجربة أعطتني فرح أني كيفاش نتسلف، لازمني نعرف وين